السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم قناة بروست. فيديو جديد في القناة إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة الـ Image Processing في السي شارب باستعمال إنجو سي في. إن شاء الله النهاردة هنشرح الـ Harris Corner Detection. الـ Harris Corner Detection هي تقنية أو خوارزمية بنقدر إحنا نستخدمها عشان نديتكت الـ Corners في الصورة بتاعتنا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا لو أنا عندي مثلا الصورة دي مثلا، فانا من خلال الهارس كورنر بقدر اديتكت الكورنرز، اللي هي الكورنرز دي ده زي النقط دي كده، النقط دي النقط دي اللي يفرق الكورنرز عن الايدجز. يعني الكورنرز دي اللي هي البكسلات اللي هي فوق خالص دي، اللي هي البكسلات دي بيبقى التغير فيها في الاكس وفي الواي، لكن الايدجز بيبقى التغير في اما في الاكس اما في الواي في اتجاه واحد بس، لكن الكورنرز بيبقى في اتجاهين اكس وواي. فالهارس كورنر بتقدر انها تديتكت البكسلات دي وتجيبها لنا. لو تفتكر في السوبل، في فيديو السوبل اللي احنا عملناه، لما انا قلت لك لما احنا جبنا التقاطع ما بين الديريفاتيف في اتجاه الاكس والديريفاتيف في اتجاه الواي، قلت لك ان التقاطع ده بيجيب لك البكسلات اللي فيها تغيرين في الاكس وفي الواي، وقلت لك ان البكسلات دي الكورنرز. هي مجرد يعني اللي انا قلت لك ده، هي احنا هنجيب ديريفيتيف او كل حاجه، هي بتبقى خطوه في الهارس كورنر ديتكشن. ما بنستخدمش دي بس، يعني ما بتعتمدش على السوبل بس في ديتكت الكورنرز. ليه؟ لان السوبل في مشكله ان انت لو جيت هي مثلا على الشكل ده مثلا، اللي هو الشكل الواحد 1 2 3 4 5 6 اللي هو السداسي ده، لو انت لاحظت هنا ان في السوبل هيجيب لنا ايه، هيجيب لنا البكسلات اللي هي متطرفه دي، فاهم؟ ده البكسلات دي فيها تغير في الاكس والواي، لكن هي ما تعتبرش كورنرز. الكورنرز احنا عايزين بس الكورنرز دي، لكن هو بيجيب لك بيديتكت البكسلات ما يعرفش بانها كورنرز، هي لازم يكون فيها تغير في الاكس وتغير في الواي. دي مشكلة من مشكلات السوبل، لكن الهارس كورنر ديتكشن بيحل المشكلة دي، بيجيبها لنا الكورنر عادي من غير البكسلات دي مثل كده. ده ويكيبيديا هنا شارح الهارس كورنر ديتكشن، بيقول لك دي اتنشرت سنة 1988 من عالمين كريس هاريس ومايك ستيفنز. هنا بقى كلام كده كتير. في فيديو في البلاي ليست انا حطيته لك قبل الفيديو ده، صحيح انا كنت هنسى، الحمد لله انا افتكرت. في فيديو كنت انا حطيته لك دلوقتي على البلاي ليست قبل الفيديو ده بالظبط، الفيديو من قناه اسمها نادا براند. القناه الفيديو بيشرح الهارس كورنر بطريقه قمه في الروعه الصراحه، يعني المعادلات دي كلها بتاعت الهارس هو شرحها في الفيديو بطريقه جميله جدا. شرح لك المعادله بالتفصيل، دي جت ازاي ودي بتتحسب ازاي وكده. احنا بس في الفيديو ده بس ايه، احنا هنستخدم هي اخر المعادله اللي هي الناتج منها اللي هي الماتريكس دي. حابب يا ريت تروح تشوف الفيديو ده، فيديو رائع جدا بالتفصيل ومن غير التعقيد، لان معظم الفيديوهات اللي شرح هارس كورنر متمعقده شويه الموضوع، لا هي شرحها القناه دي شرحها بطريقه مبسطه وحلوه، يعني يا ريت تروح تشوفها عشان تفهم الهارس كورنر ديتكشن. هنروح بس لاخر حته خالص اللي احنا نحتاجها، اللي هي المعادله النهائيه، اللي هي المعادله دي اللي هي الام بتساوي سمشن في اتجاه الاكس والواي اي اكس تربيع، اللي هي المعادله دي اللي هي بتبقى بعدها 2 في 2 الالمنت او الالمنت فيها اللي هو الاي اكس والاي اكس في اي واي والاي اكس في الاي واي والاي واي تربيع. الاي اكس دي اللي هي الاي اللي هي التغير في الاتجاه الاكس، او الاي واي اللي هي التغير في اتجاه الواي، والاي اكس واي الضرب نتيجه ضرب الاي اكس في الاي واي. تعال كده نشوف كده البروس بتاعت الهارس كورنر ديتكشن. اول حاجه احنا بنعمل كولر تو جري سكيل اهي، بعد كده بنجيب السبيشال ديريفاتيف كالكوليشن، دي اللي هي بنحسب الديريفاتيف في اتجاه الاكس والواي. بعد كده بنعمل ستراكشر تنسور سيت اب، بعد كده اللي هي ستراكشر تنسور سيت اب دي اللي هي بتبقى ويندو بتتضرب فيه الاي اكس والاي واي. لو انت ملاحظ هنا ايه فوق هنا في الحته دي كده جايب لك سميشن على الاي اكس تربيع، اللي هي سميشن اللي هي الدبليو دي. ايه الدبليو دي؟ الدبليو دي بتبقى الجاوسيان بلاور، بيضرب الجاوسيان بلاور
في الاي اكس والواي واي، والاي اكس واي في الاليمنتس بتاعه الماتريكس دي كلها، عشان ينعم الكورنرز اكتر عشان طلعنا نتيجه احسن يعني. بعد كده بنقدر نجيب منها الهاريس ريسبونس كالكوليشن. بعد كده بنعمل نون ماكسيمم سبريشن. نزلنا كده تحت، هو هنا الاول هنا بيعمل كلر تو جري سكيل، بعد كده بيحسب الديريفاتيف، بعد كده الاستراكشر تنسور سيت اب. المعادله دي اللي هي اللي انا قلت لك هنا، احنا المعادله دي بنستخدمها في ليها استخدامين يعني، الهارس ليه استخدامين في المعادله دي عشان نطلع بينها الهارس ريسبونس كالكوليشن. لو نزلنا كده تحت هنستخدم احنا يعني هنستخدم الهارس ده ازاي. الهارس ده احنا بنستخدمه ازاي؟ هو بيدينا ان احنا بنتحرك، بيطلع لنا الصوره بالكورنرز اللي هو لقاها. الكورنرز القوية قوي بيبقى الثريشولد بتاعها بيبقى قيمتها عالية، يعني مثلا في مثلا قيمتها 255 مثلا. والكورنرز اللي هي القليلة قوي اللي هي مثلا اللي هي البكسلات اللي هي زي ما انا قلت لك اللي هي البكسلات اللي هي في تغير فيها تغير في الاكس وتغير في الواي، بس مش كورنر او مش قوية قوي في الديتكت، بيجيبها لك القيمة بتاعتها قليلة. طب احنا بنجيب الصورة دي ازاي؟ عن طريق معادلتين ممكن تستخدم واحدة منهم. المعادلة الأولى اللي هي محدد المصفوفة على التريس بتاعها، المحدد اللي هو بنضرب اللمدة واحد في اللمدة اتنين على اللمدة واحد زائد اللمدة اتنين، اللي هي الاي اكس تربيع في الاي واي تربيع على قصدي اي اي اللي هي المحدد بتاع المصفوفة بيبقى اي اكس تربيع في الاي واي تربيع ناقص الاي اكس واي واي تربيع اللي هو اي اكس واي واي تربيع اللي هما الاتنين دول على الاي اكس تربيع زائد الاي واي تربيع. او دي بتبقى معادله، والمعادله الثانيه بتبقى بتساوي المحدد بتاع الام مضروب في كي مضروب ناقص الكي اللي هو الثابت. الكي ده بيبقى يا اما 0.04 ويا اما بيبقى 0.06 مضروب في التريس بتاع المصفوفه التربيع. في الاخر خالص بنعمل نون ماكسيمم سبريشن. احنا في الفيديو ده يعني خلاص كده اقفل اقفل كل ده خلاص ممكن على الفيجوال ستوديو. بقى هي بتبقى مجرد دلج يعني، احنا هنعمل لها امبلمنتيشن هنا عشان بس يعني هوريك الخطوات دي بتتنفذ ازاي جوه الداله دي، لكن هي داله بس يعني. انت هي داله في معموله في الاو سي في الام جو سي في عفوا. الداله دي احنا بنستخدمها وبنشتغل بيها على طول، لكن انا حبيت ان احنا نعمل لها امبلمنتيشن الاول عشان نشوف الداله دي بتشتغل ازاي. حابب ان انت خلاص مش لازم انت تشوف اصلا يعني، مش لازم تكمل هنا لغايه مش لازم تكمل، شوف الفيديو الجاي. الفيديو الجاي مش هكمل دقيقتين ثلاثه، بس انا هوريك الداله دي هتحط فيها البارامترات وخلاص وتشتغل بيها عادي. مش حابب تكمل الفيديو ده براحتك، برضه حابب تشوف الداله دي بتشتغل ازاي شوف الفيديو. اول حاجه هنا احنا بنحول الصوره بتاعتنا، بنقرا الصوره بفلوت. طبعا احنا هنتعامل بالفلوت في الهارس كورنر. بناخد من الايمج دي نسخه بنحولها كونفرت دوت بي جي ار وبايت عشان نخزنها في الريس عشان نحدد عليها الكورنرز اللي احنا لقيناها. اول عمليه بنعملها بنجيب الاي اكس والاي واي والاي اكس واي. الاي اكس بتبقى اللي هي بنجيب الاتجاه في اللي هو الديريفيتيف اتجاه الاكس، والاي واي الديريفيتيف اتجاه الواي، والاي اكس واي ده نتيجه ضرب الاي اكس دوت مول. دي الاي اكس ما داله بتضرب فيها في داله في الصوره في الكائن اللي اسمه ايمج دي بتديها صوره بتضرب فيها، بيضرب كل اليمنت باي اليمنت، الاليمنت اللي في الصوره دي بيضربها في الاليمنت اللي في الصوره دي. ننزل تحت هنا نجيب الاي اكس تربيع بتساوي الاي اكس في اي اكس اللي احنا اللي هي التربيع يعني دوت سموث جاوسيان 15. دي اللي هي تنسور سيت اب احنا بنعمل هنا اللي هي بتاعه الخطوه اللي هي الثالثه اللي هي دوت سموث جاوس، ان احنا بنضرب الثلاث متريس اللي احنا جبناهم في الجاوسن عشان ننعم الكورنر شويه. بعد كده بنجيب المحدد بتاع ال 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 المصفوفه اللي احنا جبناها. خلي بالك احنا عندنا الثلاث اليمنتس بتوع المصفوفه، احنا عندنا الاي اكس تربيع والاي واي تربيع والاي اكس واي. نجيب المحدد ازاي؟ بنضرب الاي اكس تربيع في الاي واي تربيع ناقص الاي اكس واي في الاي اكس واي تربيع اللي هي ده اللي هو الاليمنتس الثانيه اللي هو احنا بنضرب المحور الرئيسي في المحور الرئيسي الثاني ناقص المحور الرئيسي الثاني.
وبعد كده التريس بنضرب بنجمع الاي اكس تربيع زائد الاي واي تربيع اللي انا لسه موريها لك في المعادله دلوقتي. احنا هنستخدم اول معادله اللي هي المعادله اللي فوق، المعادله الثانيه هنستخدمها في الفيديو الجاي اللي هو اساسا يعني انت ممكن تستخدمها عادي هنا، ممكن تغير انت المعادلات وتستخدمها عادي، بس انا هستخدم المعادله الاولانيه. لو احنا كده رجعنا تاني ونسيت اوريك حاجه برضو، لو انا وريتك هنا المعادله ايه، احنا هنستخدم المعادله الاولانيه هنقسم المحدد على التريس. فاحنا هنا بنعمل ايه، هنقول طبعا ما فيش داله في الكان اللي هو الكلاس ايمج بتقسم، فانا هعمل في دال ما فيش داله بتقسم الايمجز على بعضها، فانا هقول ايه ايمج ار دي، خلي بالك كل ده فلوت ما تتلخبطش وتحط بايت، مش عارف الدبل هتشتغل ولا لا، بس الفلوت هي اللي بتشتغل يعني اشتغلت معايا. الار بتساوي ديت اللي هو المحدد مضروب في التريس دوت باور اس سالب واحد، ده بتعمل ايه الداله، طبعا عارفين ان لو الرقم مع اس باور سالب واحد بيبقى واحد بينزل تحت والواحد يعني واحد على الرقم ده بيساوي الرقم اس سالب واحد. خلاص كده نزل تحت، بعد ما ضربنا بعد ما قسمنا اللي هو المحدد على تريس بنقول هنا سي في انفوك دوت نورمالايز، داله جديده هنشوفها النهارده اللي هي نورمالايز. النورمالايز دي بتعمل ايه، نتيجه الاسم او نتيجه الهارس، خد كل ده كان الهارس بتاعنا يعني خلاص احنا كده خلصنا الامبلمنتيشن بتاع الهارس اللي هو جبنا الديريفاتيف وضربناهم في بعض وجمعناهم وبتاع وجبنا المحدد وبتاع، بيطلع ارقام كبيره فاهم، انت مش عارف الارقام دي نهايتها ايه يعني، ممكن ممكن الرقم يطلع كبير او انت ما تعرفش نهايته ايه اللي هي قيمه الكورنرز او قيمه البكسلات اللي هي في الايمج بتاعتك. فاحنا بنعمل لها ايه، بنعمل لها رينج معين، يعني مثلا لو نتخيل كده مثلا لو عندك انت ارقام من 0 ل 100 هي من 0 ل 10 نفس النسبه، بس احنا قلصناها شويه، لو انت مش مهتم بالارقام انت مهتم بس بالنسب، هي من 0 من 100 هي 0 ل 10. فاحنا هنا بنعمل ايه، بنقول هنا نورمالايز الار وهنطلعها برضو في الار، هنقول ان الصوره الناتجه دي لازم تكون اقل قيمه في الصوره دي 0 واكبر قيمه تكون 300 تكون 300، ممكن تتغير تخليها اي رقم من اللي انت عايزه يعني، والارقام اللي بينهم هتبقى بين 0 و 300، ونقول هنا نورما تايب دوت مين ماكس عشان يعمل لنا الداله دي او الكلام ده. ماشي كده احنا خلصنا الاربع خطوات، اخر خطوه معانا بقى اللي هي نون ماكسيمم سيبريشن اللي هي اللي تحت دي. يعني ايه نون ماكسيمم سيبريشن؟ النون ماكسيمم سيبريشن بتجيب لك اكبر بكسلات اكبر قيم للبكسلات في الرينج اللي حواليك. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا رحت مثلا ايه اشرح لك، لو انا رحنا للصوره دي احنا بنستخدم هنا الدايليت معاها في الهارس كورن زي ما انا قلت لك، هو بيطلع لك ايمج بي كل الكورنرز او السترونج كورنرز بتبقى اكبر قيم من الكورنرز اللي حواليها اللي هي الضعيفه. فانا عندي مثلا هنا صوره مثلا لو نتخيل هنا مثلا ايه هنا 255 فاهم، انا عايز اجيب اديكت ال 255 دي اجيب اللي هي القيمه الاكبر قيمه في الصوره دي، فانا هعملها ازاي؟ هعمل لها دايليت فاهم، هعمل لها توسيعه هنا كده ونتيجه التوسيعه دي هيطلع الصوره دي. طبعا زي ما انا قلت لك الدايليت هنا بكل لو اي بيكسل جنبها بيكسل اكبر منها بتتغير قيمه البيكسل دي بالبيكسل اللي اكبر منها حتى تطلع الصوره اللي هي الناتجه دي فاهم. فانا هعمل ايه، هقول لو هتلف انت البيكسلات اللي في الصورتين دول لو البيكسل هي نفس قيمه البيكسل يعني ما اتغيرتش يعني ما فيش اي حاجه في رينج البيكسل دي اكبر منها، ده معناه ان هي اكبر بيكسل في الرينج ده، فانا هجيب البيكسل دي، فالبيكسل دي معناها ان هي كورنر فانا هجيبها. فهو ده النون ماكسيمم سيبريشن ده باختصار شديد يعني. ننزل كده تحت اهو، احنا هنا بقى عملنا هنا ار دوت دايليت واحد هنخزنها في الدايليت، بنلف هنا بقى بنقول فور انت اكس بتساوي صفر، وطول ما الاكس دي اقل من الدايليت دوت كولز هنقول اكس بلس بلس، وكذلك الحال عشان نلف الايمج كلها. هنقول بقى هنا ايه، هنقول لو ال r y و x dot intensity قيمة البكسلاية دي بتساوي قيمة البكسلاية اللي في الدايليت، ده معناه ان لو القيمتين متساويتين يعني دي اكبر قيمة للبكسل، اكبر قيمة
اكبر يعني دي سترونج بيكسل موجوده في الصوره بتاعتك. و الدايليت دوت واي واكس دوت انتنسيتي اكبر من 150، ده الثري شولد. لو انت عايز تجيب سترونج بيكس سترونج كورنرز، لو انت عايز طول ما انت بتجيب طول ما انت بتعلي هنا الثري شولد، يعني مثلا ايه انت اخرك مثلا 300، لان احنا هنا اخرنا 300. طول ما انت بتعلي في الثري شولد ده، طول ما السترونج كورنرز هتجيلك اكتر، بس كل ما البكسلات تقل يعني البكسلات بتاع الكورنرز هتقل، بس هجيب لك الاقوى كورنرز في الصوره بتاعتك. فاحنا مثلا ايه، تعالى مثلا نخليها مثلا 250 مثلا، انا عايز اجيب اكبر اقوى بكسلات في الصوره عندي، اقوى كورنرز عندي في الصوره بتاعتي. هقول هنا سي في انفوك دوت سيركل، ارسم دايره في الصوره بتاعتي اللي هي الريزلت دوت نيو بوينت اكس واي اكس واي، دي اللي هي النقطه اللي انا هرسم فيها، والسكالر اللي هو الراديوس اللي هو الراديوس قصدي. بعد كده السكالر هرسمها لونها احمر، نيو ام سي في ام سي في سكالر 0 0 255، ودي اللي هو التكنس اللي هو تخن السيركل نفسها. بعد كده بنزل هنا بعرض الصوره الاصليه، وبعد كده بعرض الريزلت بتاعتي. تعالى كده نعمل ران. خلي بالك الثريشولد اللي حطيناها 255 دي ممكن ما يجيبلكش يعني كل الكورنرز اللي انت عاوزها، يعني هنشوف دلوقتي هنشوف. خليها اقول لك دلوقتي اهو، ده الناتج بتاع الصوره بتاعتنا. لو تلاحظ هنا ايه، ما جابلكش ولا كورنرز من الشكل السداسي خالص. طب ليه؟ لان الزوايا في الكورنرز قريبه قوي من 100 من 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 180، او الزوايا بتاعتها كبيره قوي. لكن احنا مثلا في الكورنرز هنا مثلا اللي هي الكورنرز دي، لا الزوايا صغيره اخرها مثلا 90، اللي هي الزوايا دي لو هندخلها بزوايا الكورنرز زوايا يا اما 90 يا اما اقل، دي اللي هي الكورنرز قوي قوي. لكن هنا الزوايا اكبر من 90 في الكورنرز دي، فالثريشولد بتاعها بيبقى اقل. طب احنا مثلا ايه عايزين نجيب الكورنرز دي مثلا ايه، خلي بالك هو الهارس بيعمل ايه، بيحاول يبعد الاثنين عن بعض بالمعادله بتاعته اللي احنا عملناها دي، بيحاول يبعد البكسلات القويه قوي عن البكسلات الضعيفه. يعني مثلا احنا خلينا هنا 255، تعالى مثلا ايه نخليها 100 بس، يعني بيحاول يسقط خالص، يحجم او يضغط البكسلات الضعيفه دي، ويحاول يبعد عنها البكسلات اللي هي القويه بتاعه الكورنرز. اهو جاب لنا هنا ايه الشكل السداسي كله خالص، جابه لنا اهو. طبعا بقى ايه، يعني هو احنا هنا جاب لنا الكورنرز بتاعتنا اللي احنا محددناها. انت ممكن بقى تلعب في الثري شولد ده براحتك، يعني خلي بالك يعني مثلا ايه لو خليناها مثلا اكبر من 10، تعال نشوف الناتج اللي هيطلع. هيجيب لك البكسلات اللي هي مش كورنرز، بس اللي هي فيها تغير في الاكس والواي، بس هي ما تعتبرش كورنرز، دي البكسلات اللي هي مايله بالشكل السداسي اللي انا لسه موريها لك دي. اهو بص جاب لي البكسلات اللي هي المايله اللي فيها تغير في الاكس والواي، بس خلي بالك الثريشولد بتاعها خلاها ضعيف قوي. يعني احنا جبناها لو جبناها من اللي هي 10 جابها، لكن البكسلات مثلا اللي هي زي الايدجز مثلا ايه، لا هي قيمتها صفر او سالب، هو بيخليها قيمتها صفر او سالب. فانت كل ما انت بتكبر في الثريشولد، بس خلي الثريشولد معقول، يعني مثلا ايه خليه مثلا ايه نص او اقل من النص شويه من قيمه النورمالايز اللي انت بتحطها دي، عشان تجيب احسن بكسلات عند احسن كورنرز عندك في الصوره. ان شاء الله المره الجايه هنشرح اللي هو مش هنخلي بقى كل الكلام ده، بس احنا هناخد بس حاجات بسيطه بس. المره الجايه ان شاء الله هوريك ازاي نستخدم داله الهارس كورنر الموجوده في الام بي سي بي.